اليوم جيت نهضر على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس غالطين فيه، وبزاف ديال الناس ما عارفينش بالقيمة ديالهم بجوج كرياضة على الجسم الإنسان، اللي هما لا مارش أو الجري. وشكون هي الفئة العمرية اللي عندها لا مارش حسن من الجري، والفئة العمرية اللي عندها الجري حسن من لا مارش؟ نبداو كمبتدئين. بالنسبة للمبتدئ، واحد عاد بادي أو باغي يتريني أو باغي يدخل العالم ديال الرياضة، كنصحو أنا أنه يتريني لا مارش. علاش؟ لا مارش هو باش كيهيئ الجسم وكيخلي الجسم أنه يكون مستعد لواحد الرياضة في المستقبل. إذا إذا كنتي ملتزم بالرياضة ديال المشي أو كتمشى بواحد المسافة كبيرة وواحد التوقيت اللي كبير، يعني كتهيئ الجسم ديالك الرياضة المستقبلية اللي غادي تتريني فيها كمال الأجسام أو رياضة الجري أو رياضات أخرى ككرة القدم أو بزاف ديال الرياضات اللي كيبداو برياضة ديال لامارش. يعني خاصو يفهم الثقافة ديال لامارش، أو نبدا بلامارش. راه ماشي أنك إلا بديتي بلامارش راه كتسمى ضعيف أو كتسمى ماشي قوي، لا بالعكس، إلا بديتي بالحصص ديال لامارش كأول بداية راه غادي تمشي في النتائج ديالك، غادي تكون مزيانة وغادي تنتقل لرياضة أخرى بشكل جيد. يعني ما غاديش يكون عندك الإصابات، ما غاديش يكون عندك بزاف ديال الأمور، وغادي تقدر تبدا بواحد الوتيرة اللي مزيانة. هنا لامارش كيكون كمبتدئين كيكون ليهم مزيان، يعني واحد المدة ديال شهر أو شهرين حتى 3 شهور لامارش كيكون مزيان لهاد الفئة هذه كمبتدئين. وبالنسبة كذلك للناس الكبار اللي كيكونوا فايتين 40 عام، كنصحهم أنهم يديروا لامارش، ما يديرش الجري. علاش؟ حيت فوق 40 عام ما كتبقاش عندك ديك الطاقة، وما كتبقاش عندك ديك القوة اللي كانت عندك من تحت 30 عام أو في العشرينات. يعني الإنسان كل ما كيكبر كل ما المفاصل ديال العظام ما كتبقاش عندهم ديك القوة، ما كتبقاش ديك لا كاباسيتي، ما كتبقاش لونديرونس، ما كيبقاش الفوليم، يعني غادي وكينقص لك بزاف. إذا لامارش غادي يخليها ستابل، يعني غادي يخلي الأمور عندك تقنيا، غادي يخليها مكالمية، وغادي يخلي الأمور عندك صحية. علاش؟ بالنسبة للقوة ديالك ما تضيعش، يعني ما كتعرضش للإصابات بزاف، ما كيكونوش عندك اللافاتيك بزاف، وفي نفس الوقت كتحرك سعرات حرارية كتيرة. علاش؟ حيت كتمشى ساعة وساعتين ديال لاماش راه كتحرق سعرات حرارية كتيرة. غير هي خصك تضرب الوقيتة كبيرة باش تحرق سعرات حرارية كتيرة. يعني هنا في كيدخل لاماش في واحد الملل، او كيدخل في واحد ستريس اللي بزاف ديال الناس ما كيبغوش انهم يديروا لاماش كرياضة بدائية او كرياضة اللي غادي نبداو بها مستقبلا. اذا هنا فين كاين الفوائد ديال لامارش؟ الفوائد ديال لامارش هي انها ما كتعرضش راسك للاصابات، يعني ما كتعرضش راسك للاصابات للمفاصل او مناطق مختلفه في الجسم، يعني ما كتكونش معرض للاصابات. ما كتحرقش سعرات حراريه اكثر، ولكن كتحرقهم على المدى البعيد، وما كتقللش من الفرص ديال التعب، يعني ما كتعيش راسك، ما كتدخلش للجسم في مرحله ديال لافاتيك. بالعكس ديال الجري اللي كان صاحبي، انه الشباب اذا كان مبتدئ او اول مره يبدا بالرياضه ديال الجري، ولكن بواحد الوتيره اللي كتكون بسيطه وبواحد الوتيره اللي كتكون قليله، هكا كنخلي الجسم انه يدخل في واحد المرحله ديال المرحله الاستقباليه، يعني كيستقبل واحد الرياضات اللي جديده، وكيستقبل واحد الهرمونات كيتفرزوا. لاش مين كنكونوا كنجريو بزاف ديال الهرمونات كيستقبلوا، الجسم كيكون خدام، لونديرونس، الكاباسيتي ديال الجسم ديالك، الفوليم، مهم بزاف ديال الامور كيخدموا في الرياضه ديال الجري، اللي هي خاصها تكون بالنسبه للشباب اللي كيكون ما بين 18 عام حتى 30 عام. هذه المرحله هذه رياضه الجري راه عندها فوائد كثيره على الجسم، منها قوه ديال التحمل، تتعلمك الصبر، كتعلمك انك تقاوم نفسك، يعني اليوم قوي وغدا ضعيف. يعني الرياضه ديال الجري دائما كتخلي الجسم ديال الانسان انه يبان ليه ضعيف، اذا كنت اليوم اون فورم يعني غدا راه ما غاديش تكون اون فورم. لهذا كنصح الشباب انه يبدا بالرياضه ديال الجري كرياضه مبتدئ، ولكن ما يكثرش، ما يدخلش بواحد العشوائيه، يعني صافي رياضه الجري غادي يدخل بواحد الريتم قاصح، اليوم غدا اليوم غدا، راه ما غاديش يقدر يسير الايقاع. لهذا يمشي بواحد الوتيره قليله ويزيد في التوقيت الزمني، يعني اليوم الساعه، غدا 35، بعد 40، 45، هو غادي كيطلع، ولكن في نفس الوقت وفي نفس الايام وهذا الشيء كيزيد في الوتيره ديال الجري. هكا مع مرور الوقت غادي يلقى نتائج جيده، وما
ما غاديش يعرض راسو للاصابات. لهذا الفوائد ديال الجري انك تحرق سعرات حراريه كثيره، نتاش كتمشي بواحد الوتيره ديال السرعه محدده اللي كتحرق بها الجسم وكتحرق بها المناطق اللي فيها الدهون وكتحرق بزاف ديال الامور اللي كتخليك انك تكون في لياقه بدنيه كثير زوينه، ولياقه بدنيه اللي كتكون كذلك اون فورم، يعني كتبان انت اون فورم في اللياقه البدنيه ديالك فورم، لي زاكتيفيتي ديالك اليوميه كتلقى كديرهم انت بواحد السلاسه، يعني ما كتكونش عندك صعوبه، وكذلك وقت اقل. يعني لا مارش الا كنتي غادي دير ساعه، يعني نص ساعه او 45 ديال الجري راه بحال درتي ساعه ديال لا مارش او لا درتي ساعه ونص ديال لا مارش. ولكن هنا فين كاين اختلاف ما بين لا مارش والرياضه ديال الجري، هي ان الجري كيكون تتعرض للاصابات بزاف. علاش؟ حيت الجري عنده التقنيات ديال الجري، عنده المسافه معينه، المسافه محدده، عنده تنوع في الرياضه ديال الجري اللي كتخليك انك تطلع لا فاتيك ديال الجسم دغيا، وكتخليك بزاف ديال الامور اللي كتخليك انك تعرض للاصابه. يعني حتى الناس اللي كيتعرضوا للاصابات في الجري راه غير ما كيعرفوش ان التقنيه ديال الجري كيفاش غادي يجري او كيفاش يخلي الجسم يجري. لا الجري حتى هو راه عنده التقنيات باش كتحمي المفاصل ديالك وكتحمي الركبه ديالك وكتحمي الرجلين، كتحمي كذلك اسفل الظهر. علاش اسفل الظهر هو اللي كيكون محكم فينا؟ فاش كنشوفوا كيجري بنادم راه الظهر ديالو هو اللي كيتحكم. اذا كل ما كان الظهر عندك واقف وخدمتيه ودرتي لي زاب ديالك وكتكون خدام الجسم ديالك، راه كتمشي في الرياضه ديال الجري. ولهذا كنصح الفئات العمريه سواء الشباب او الشياب، يعني انه يختار الرياضه اللي غادي توالمو واللي غادي تكون الدوام. بالنسبه للشباب راه كيمشيو للرياضات اللي شبابيه، وبالنسبه كذلك الناس اللي كبار راه كيختار واحد لا مارش وكيختار الحركات، كلاهما الا حطيناهم في كفه راه غادي يتعادلوا. هذه الرياضه مزيانه للشباب وهذه الرياضه مزيانه للناس الكبار. لهذا راه ما كاين حتى شي اختلاف اننا نترينيو، ولكن نعرف شنو نتريني ونعرف شنو عليا باش ما تكونش عندي اصابات، ما يكونش عندي بزاف ديال الامور اللي ما تخلينيش انني نسير في الايقاع ديالي. ولهذا شكرا لكم بزاف، وكنتمنى ان الموضوع ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وشكرا.